السلام عليكم. عشان تشغل الاو تي جي على التليفون، تمام، اول ما بتحط الاو تي جي او الفلاشه بتاعتك مكانها في الشاحن بتاع الموبايل، ساعات التليفون ما بيقراهاش. لو فتحت مدير الملفات دلوقتي كده هتلاقي عندك هنا صفحه التليفون، هتلاقي عندك هنا الكارت، لكن ما فيش حاجه بتقول ان في فلاشه توصلت بالتليفون. يبقى المطلوب، عشان بس ما نطولش الفيديو، تفتح الاعدادات، تنزل عندك في حاجه اللي هي اعدادات اضافيه، عندك في حاجة اللي هي اتصال او تو جي هتفعلها. بمجرد ما بتفعلها بيختار لك هو ايه، يقول لك انت عندك مدير الملفات كله تمام. تدخل على مدير الملفات تلاقي عندك في حاجة زي بلدية او تو جي. شكرا.